سألك بتجاوب. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نبدأ بالدرس الرابع من الصف السادس هذا. شو هاي مالك؟ التحليل إلى العوامل الأولية. طب خلينا نتذكر إيش اسمه الأعداد الأولية. متذكر شو من الأعداد الأولية؟ الأعداد الأولية. خلينا نتذكرهم أنا وياك مع بعض. الأعداد الأولية. أنا بذكرك فيهم. نذكرهم كمجموعة. كانوا العدد 2 و3 و5 و7 و11 و13. بكفي لهون. بكفي هذول. إحنا على الأقل هذول الأول أربع أعداد أولية هذول بهموني كثير أنا. كويس؟ فلما نجي نقول لك حلل، لما أقول لك حلل العدد، يعني مثلا حلل العدد 4. يعني احكي لي يعني الأربعة بتيجي من حاصل ضرب أي عدد في أي عدد؟ 2 ضرب 2. اثنين أولي، شايف؟ واثنين أول هذا اسمه تحليل للعوامل الأولية. هذا بنسميه عامل وهذا بنسميه عامل. بدال كلمة عامل بنقول قاسم. بدال كلمة عامل شو بنقول؟ قاسم. بنقول قاسم. إذا كلمة عامل أو كلمة قاسم تعني نفس المعنى. طيب خليني أسألك سؤال ثاني. الأربعة بس بتيجي من حاصل ضرب 2 باثنين؟ لا. ولا إيش كمان بتيجي حاصل ضرب إيش كمان؟ 1 ضرب 4. واحد ضرب أربعة. إذا كمان الواحد عامل والأربعة عامل. إذا إحنا عندنا طريقتين نحلل الأربعة. يا بنقول 2 باثنين. يا واحد. يا إما 1 ضرب 4. في ضرب أربعة. ممتاز. إذا إحنا أول شغلة تعلمناها من هذا الموضوع إنه إيش يعني عوامل أولية. كويس. وشو يعني عبارة تحليل؟ شو يعني نحلل؟ يعني نجيب ايش الاعداد اللي بنضربها في بعض اللي هم العوامل، لما نضربهم في بعض بيطلعوا لي العدد اللي احنا منه اياه. خلينا نحلل ال 81. يلا هون بدنا نسترجع معلومات عن قابليه القسمه. قابليه القسمه 81 هل تقبل قسمه على 2؟ طلع انا بطلع على الاعداد الاوليه دائما. طلع كيف احط الاعداد الاوليه بشكل رئيسي؟ خلينا نتذكر 2 3 5 اهم شيء هذول. يلا هل ال 81 تقبل قسمه على 2؟ كيف متى يقبل عدد القسمة على 2؟ إذا كان أحاده زوجي. طبعا أحاده فردي. إذا 81 ما تقبل القسمة على 2. لا تجربها. هل تقبل على 3؟ هل 81 تقبل على 3؟ ليش؟ لأنه 1 + 8 اللي هي مجموع الأرقام يساوي 9. العدد إذا كان مجموع أرقامه رقم الأحاد ورقم العشرات لو جمعناهم وطلع عدد من مضاعفات الثلاث بنقول عنه يقبل قسمة على 3. إذا 81 تقبل قسمة على 3. إذا شو واجب أعمل هون؟ طلع كيف بحلل بالشجرة؟ بقول 81 على 3. إذا 3 أحد العوامل. طب إيش العامل الآخر؟ بروح نقسم 81 تقسيم 3. قسمة طويلة. يلا قسم. 8 تقسيم 3 2. 2 ضرب 3 6. شو بضل الباقي؟ 2. بننزل الواحد. 21 تقسيم 3 فيها 7. إذا فيها 27 والباقي صفر. إذا بهذه الحالة بنقول إنه 3 ضرب 27، شايف؟ يعني 81 تساوي 3 ضرب 27. الثلاث أولي لما يصير العدد أولي شو بتسوي؟ خلاص اعمل له دائرة هيك، يعني هذا أولي خلاص وقفنا. يلا نكمل. 27 ليس من الأعداد الأولية، على إيش بقبل القسمة؟ شايف؟ عشان هيك أولي طلع كيف السهم نزلوا لحاله هيك 3، يعني سكر هون خلاص ما بيتحلل، لا يجيش إلا من 3 في 1. يلا 27 أعطيني عددين أضربهم في بعض أو اسأل حالك سؤال. هل 27 تقبل قسمة على 2؟ لا. لا لأنه أحد فردي. هل تقبل على 3؟ 27 تقسيم 3 قديش؟ 3 ضرب إيش بيطلع 27؟ هاي مش هذيك اليوم شرحت لك إياها. يلا 3 ضرب 9. 3 ضرب 9 بيطلع 27. إذا هون كمان الثلاث سكرت أولي. طلع هذول اللي بيسكروا أولي خلاص بنوقفهم. التسعة بتيجي من حاصل ضرب إيش؟ 3 ضرب 3. إذا بنقدر نقول إنه لما نحلل ال 81 إلى عوامله الأولية بنقدر نكتبه على شكل 3 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 3. اليوم ما هذول طلعوا لي بالأخير، شايفه؟ هاي اسمها طريقة التحليل بإيش؟ بالشجرة. طيب هات نشوف لعبة، نلعب أنا وياك اللعبة، شو رأيك؟ يلا 45 تقبل قسمة على إيش؟ على 2؟ لا. على 3؟ إذا بتقسم على 3.
كويس؟ يلا شو بطلع الجواب هون؟ 3 × 15 بطلع 45، يعني 45 تقسيم 3 × 15. 15 أقسمها على إيش؟ 15 على 3 وعلى 5. شو رأيك؟ طب لو قسمنا على 5 شوف؟ إذا إيش صارت الـ 45؟ 3 × 5 × 3. يلا مسألة ثانية. 24 يلا ها 2 تقسم على 2 مظبوط. كم بطلع فيها؟ 24 تقسيم 2 12 تقسيم 2 6 6 تقسيم 2 3. إذا صارت إيش تحلل الـ 24؟ 2 في 2 في 2 في 3 واحدة ثانية هاي 24. لا بدنا كمان واحدة 72. يلا 72 تقسمه. مو شرط تاخذ عدد اولي هون، ممكن تختار اعداد مش اوليه. مثلا انا حافظ من جدول الضرب انها بتيجي من 9 في كم؟ 9 في 8 صح؟ التسعة بتيجي من 3 في 3 والثمانية بتيجي من 2 في 4 والأربعة بتيجي من 2 في 2. اذا صارت شو عبارة عن ايش؟ 72 3 في 3 في 2 في 2 في 2. صعبة هاي؟ يلا 20 10 في 2. يعني افرض اني مش حافظ، بشوف اللي حافظه من الضرب. العشرة بتيجي من ايش؟ من 5 في 2. هيا تصارت 5 في 2. طيب ايش رايك نلعب احنا 2 انا وياك مسابقة؟ يلا 24 يلا احكي. 24 2 او بدك اذا بدك 6. 6 في 4 24. الستة بتيجي من 2 في 3 والأربعة بتيجي من 2 في 2. هاي خلصتها. الستين بتيجي من 10 في 6. شوف العشرة بتيجي من 2 في 5. فهمت كيف الطريقة؟ الستة بتيجي من 2 في 3. اوه هيك احنا بنجيب ايش اللي هو ايش هو العوامل المشتركة، يعني ايش الاعداد المشتركة بين الستين والأربعة وعشرين. بدناش ندخل في المتاهة هاي، نرجع لموضوعنا. إذا عرفنا كيف نحلل يلا أكمل الجدول الآتي ثم أجب عن أسئلة تلي. العدد 2، إيش عوامل 2؟ 2 في 1 أصلاً أولي، أصلاً بيجيش إلا مدامه أولي. إذن له عاملين فقط. الثلاث 3 في 1 لأنه أولي. الأربعة 2 في 2 أربعة والواحد واثنين واثنين. خلص بس نكتبش اثنين مرتين، نكتبها مرة واحدة. الخمسة خمسة في واحد. الستة ستة في واحد. وثلاثة في اثنين. السبعة سبعة في واحد أو واحد في سبعة، فيش غيرها لأنه أولي. الثمانية بتيجي من ثمانية في واحد، بتيجي من أربعة في اثنين، واثنين في أربعة، خلاص نفس الشيء. التسعة بتيجي من تسعة في واحد وإيش؟ وثلاث في ثلاث. عرفت؟ اللي إلهم عاملين فقط هذول زي اثنين الثلاث الخمسة السبعة، هذول بنسميهم ايش؟ اوليات، اللي هم اثنين والثلاث والخمسة والسبعة، نسميها عوامل اولية. اكثر من عاملين بنسميها مركبة، اللي هي الاربعة الستة الثمانية التسعة. وصلت يا سيد مالك؟ صعب هذا الحكي؟ لا اكيد مش صعب. يلا هاي خلصناها. اي الاعداد الاتية اولي وايها مركب؟ يلا هات نشوف على السريع. ال11 أولي اللي بنحط عليه دائرة أولي. ال15 أولي لا بقسم على 5. شوف مدامه بقسم على عدد غير نفسه والواحد معناته إيش؟ مش أولي. إذا ال15 مش أولي. ال21 أول، لا مش أولي. مش أولي بقسم على 3. ال20 مش أولي، مش أولي بقسم على 2. إذا بس ال11 اللي أولي. خلصنا من القصة هاي. يلا أولية غير أولية. ال29 أولي، أنا بساعدك هون. ال19 أولي. التسعة وستين ليست أولي لأنها تقسم على 3. لو 9 + 6 15. الثلاثمية وتسعين بقسم على 2، بقسم على 10، بقسم على 5، إذا ليس أولي. الخمسة وخمسين مخادع هذا، بقسم على 5. الواحد ثمانين بقسم على 9. ناقش صحة العبارات التالية. كل عدد أولي هو عدد فردي مع عدد اثنين، صح؟ الأعداد الأولية لازم تكون فردية، لأنه لو كان زوجي بقسم يقسم على 2 بصير ليس. كل عدد فردي هو أولي، خطأ. أنا 9 فردي لكنها ليست أولية، ليست أولي. الأعداد الزوجية جميعها أعداد مركبة ما عدا 2. نعم لأن كلها تقسم على 2، إذن هي أكيد ما.
ناتج جمع عددين أوليين عددا أوليا. شو رأيك في العبارة؟ يعني أخذنا عدد أولي وعدد أولي جمعناهم بطلع أولي. خذ مثلا اثنين أولي الثلاث أولي اجمعهم بطلع خمسة. ها مظبوط. شو رأيك؟ دائما يعني بتعبر. شو رأيك أنت؟ أنا بسألك. الثلاث أولي السبعة أولي شو بطلع الجواب؟ عشرة. العشرة مش أولي. إذن هاي العبارة شو؟ خطأ. ما حتى تثبت إنه العبارة خطأ بكفي تجيب لي مثال إنها خطأ. لو جبت لي خمس أمثلة صح وأنا جبت لك مثال واحد غلط بطلع العبارة كلها غلط. العدد واحد أولي لا. هاي من الأخطاء المشهورة إنه في ناس يفكرون الواحد أولي. تعريف العدد الأولي إذا شو تعريف العدد الأولي؟ هو العدد الذي له قاسمان مختلفان فقط. يعني بس نحلل العوامله بيطلع له فقط عاملين. شو بنسميه؟ بنسميه عدد أولي. يلا بدنا نكتب العدد 18 في صورة حاصل ضرب أعداد أولية. ها نرجع لهاي نشوف. نرجع 1313 ويوزر. شو بدنا نحلل احنا؟ ال 18. طلع شو بتصير؟ 2 في 9. ممتاز. والتسعة بتيجي من 3 في 3. اذا شو صار تحليلها؟ 2 في 3 في 3. حلو الكلام. يلا نرجع لهالمسألة. اذا صارت 2 في 3 في 3 هي طريقة الشجرة اللي هي كيف بنسويها؟ من عوامل اي عدد؟ لا طبعا الواحد من عوامل اي عدد طبعا. لانه انت لو تجيب عوامل العدد تقول العدد في يعني نفسه في واحد. يلا حل العدد 24 هسه حللنا ولا لا؟ هذا سهل. مناش نكمله. ال 75 هات نحل ال 75 على الأداة هاي. يلا نيو بروبلم. حط 75 هون. على ايش بتقسم ال 75؟ 75 تقسم على 5 لأنه أحدها 5. لما يكون أحدها 0 و5 تقسم على 5. ال 15 اللي هي 5 5 في 15 75. هون فيها 5 بتقسم على 5 فيها 3. إذا شو صارت 5 في 5؟ 3 في 3. يلا نشوف غيرها. إذا حللنا ال 75. طب هون اطلع لي على هاي شو كاتب لك هون 7 في 9. طب ايش كانت اصلا؟ يعني هون 75 هي 15 في 5 صح؟ اه وهي عباره عن 3 في 5 اذا صار 3 في 5 في 5. طب 7 ضرب 9 قديش؟ 63. يعني العدد 63 في الاصل شو كان؟ كان 7 في 9. السبعة اول بينزل التسعة بتيجي من 3 في 3. يلا نحلل ال 40. يلا احنا لحالنا هسه بدون الكمبيوتر وبدون هاي 40. يلا احكي لي ال 40 تيجي من حاصل ضرب ايش في ايش؟ 10 في 4. لا العشرة أولي ولا الأربعة أولي. إذن العشرة بتتحلل. 5 في 2 هذول أوليات خلص سكرت. والأربعة شو بتتحلل؟ 2 في 2 خلص نعمل لها شجرة زي هيك. حط 2 في 2. إذن إيش صار العدد هذا؟ 40 هو 5 في 2 في 2 في 2. وصلت؟ صعب هذا الحكي؟ لا تعرف تسوي لحالك؟ إذن وظفنا قواعد قابلة القسمة ووظفنا التحليل. في طريقة ثانية للتحليل اللي يسموه القسمة المتكررة. نفس الطريقة هي نفس طريقة الشجرة. يعني اللي ما بحبش هذيك الطريقة بحب هاي الطريقة، اللي بحبش هاي الطريقة بحب الشجرة. ثنتين بيدين نفس الغرض. يعني مثلا أنا لو جيت العدد 18 بسأل حالي سؤال 18 بتقسم على 2؟ الجواب نعم قسمنا على 2. 18 تقسيم 2 فيها 9. شوفوا وين الجواب كتبته. 18 تقسيم 2 9. 9 ضرب 2 18. يلا برد نقسم. 9 تقسيم 3 فيها 3. 3 تقسيم 3 فيها 1. هاي الطريقة بسموها القسمة المتكررة. يلا هات نشوفك انت حلل معي ال 24 بالقسمة المتكررة. يلا 24 تقسم على 2. انا بقسم على الاعداد الاولية. ليش؟ بحاول اخلي هون الاعداد كلهم بالجانب هذا يطلعوا اوليات. يعني 2 3 5 7 هذول بركز عليهم. يلا 24 على 2 فيها 12. هون لازم يكون شاطر في القسمة بسرعة. 12 تقسيم 2 فيها 6. 6 تقسيم 2 فيها 3. 3 تقسيم 3 فيها 1. إذا 24 هي 2 في 2 في 2 في 3. نأخذ واحدة ثانية 72 مثلا. يلا احكي 72 تقسيم 2 تقسم على 2 لأن واحدها زوجي 2. يلا 72 تقسيم 2 إذا ما تعرف تسويها بتسويها قسمة طويلة هيك. يلا 7 على 2 فيها 3. 3 ب 2 6 بزيد 1. 12 على 2 فيها 6. 6 ب 2 12. إذا الجواب 36. يلا تقسيم 2 فيها 18. 18 تقسيم 2 فيها 9. 9 تقسيم 3 فيها 3. 3 تقسيم 3 فيها 1.
وصلت؟ صعبة ولا سهلة؟ سهلة. وهنا طبعا تقدر تحل هذول الأسئلة بنفس الطريقة، خلاص بنتعداهن. الآن لو بدنا نحلل ال 180 اوف كبير، لا ولا كبير ولا شيء، شوف طلع 180 اعملها شجرة. ليش اعملها بالقسمة المتكررة؟ تيجي 10 في 18 وال 10 بتيجي 2 في 5 وال 18 بتيجي 9 ب 2 او 2 في 9 وال 9 بتيجي 3 ب 3. إذا صارت ال 180 عبارة عن ايش؟ يلا احكي. 2 في 2 طلع او شيء بكتب اثنينات الصغار بالاول. 3 في 3 في 5. حللت. صعب الحكي؟ لا اكيد سهل. خلص هذا ما بدنا اياه الدرس. اوكي هذا ايش بفيدني؟ اكيد هو بيقول لك اكتشف الخطا في تحليل 84. وين الغلط؟ هات نشوف. 84 قسم على 4. بالله خلينا نقسم 84 على 4 خلينا نشوف. 8 تقسيم 4 فيها 2. 2 في 4 8 بيزيد 0. 4 4 تقسيم 4 فيها 0. مظبوط. 4 تقسيم 4 عفوا فيها 1، اسف. 1 في 4 4. اذا هاي صح. 4 في 21 صح. بس الأربعة نزلها ما هي لحالها. إذا والواحد وعشرين ثلاث في سبعة خلص. وين الخطأ في التحليل؟ هو بده يحلل العوامل الأولية. شو غلط؟ هيك غلط تحليله؟ لا في غلط. الأربعة أولي؟ لا الأربعة مش. إذا هاي بدها تتكسر كمان مرة. اثنين باثنين. إذا حتى نحلل الأربعة وثمانين لعواملها الأولية شو لازم نعمل؟ نقول اثنين باثنين في ثلاث في سبعة. هيك بنكون حللناها صح. يلا الأسس. شوف التحليل مرتبط بالأسس بشكل كبير. ليش؟ لأنك أنت لما بتحلل العدد بتعرف كم مرة بتكرر حاصل الضرب عشان نبسط الأمور، ومنها بتساعدنا في حساب الجذور التربيعية والجذور التكعيبية. كويس؟ بدناش ندخل على التفاصيل اللي هنا. خلينا نأخذ إشي مثال، مثلا زي العدد اللي هون. طلع لي العدد اللي هون شو مكتوب؟ 3 في 3 في 3. هذا شو درستون انت لما يكون عندك 3 في 3 في 3 شو بنحكي عنه؟ نحكي عنه 3 مرفوع للقوة 3. هذا بنسميه أساس، هذا بنسميه أس. 3 أس 3. إيش يعني 3 أس 3؟ يعني 3 ضربة 3 مرات في نفسها 3 مرات. يلا عبر لي عن هذا المقدار بصورة أسية. ايش الاساس؟ سبعة. يلا عد 1 2 3 4 5 6. سبعة مرفوع للقوة 6. دائما الاس بنكتبه على الزاوية وصغير، خط صغير. يلا هون شو نكتب؟ سالب 9. السالب بيضل سالب، يعني سالب 9 مرفوع على القوة ايوه 4. هيك بنعملها هيك، قوة 4. هسا الحساب انك تضربهم. الحساب انك تضربهم. عبرنا عنها بالاسس. يلا عبر عن المقادير بصورة أسية. هي 8 أس 3. 8 مرفوع على القوة 3. القوة الخامسة للعدد 10، نفس المعنى. يعني 10 أس 5. 10 أس 5 بالضبط. القوة الخامسة للعدد 10 يعني 10 أس 5. يلا هون 9 للقوة 7. 9 أس 7. 9 مرفوع على القوة 7. 5 للأس 2. 5 أس 2. طب لو جينا الآن نتكلم عن القيم. شو يعني 7 أس 3؟ كم قيمتها يعني؟ أو عفواً 8 أس 3 شو قيمتها؟ 8 ضرب 8 ضرب 8 فبروح ضاربين 8 في 8 64. 64 ضرب 8 بروح ضاربين 64 ضرب 8 ضرب عادي. 8 في 4 32. 8 في 6 48 و3 51. إذا الجواب يطلع 512. إذا قيمة 8 أس 3 512. هسا ممكن أسألك السؤال بالعكس، أعطيك ال 512 وأقول لك اكتب ليها على شكل أسس. فهمت كيف الطريقة؟ يلا ثلاث أس واحد شو بيساوي؟ ثلاث. طيب ثلاثة أس صفر شو بتساوي؟ واحد. عدد أس صفر يساوي واحد ما عدا صفر أس صفر، لا إلى حال. يعني سالب خمسة مرفوع على القوة صفر شو بيساوي الجواب؟ واحد. سبعة أس صفر واحد. طيب خمسة أس واحد خمسة إذا مرفوعة بظلها نفسها. حلو الكلام. يلا ما قيمة كل من المقادير الآتية؟ هو بيسألني هسه. يلا ما قيمة سبعة أس ثلاث؟ يعني بده الجواب، يعني اضربهن وطلع لي الجواب.
يعني 7 أس 3 بروح بسأل حالي 7 3 شو معناها؟ 7 ضرب 7 ضرب 7 بروح ضارب 7 في 7 بيطلع 49 49 بروح ضاربها ب 7 يلا 7 في 9 63 7 في 4 28 28 زائد 6 يلا اجمعها هاي 14 34 اذا الجواب قديش طلع 343 اذا قيمتها قديش 343 هسه انا هاي لو حافظها بريح حالي بسرعه بصير احسب يلا 9 و 2 سهله هاي 9 و 2 يعني 9 ضرب 9 قديش 81 هاي سهله شوف لما يكون الضرب سهل تجاوب بسرعه يلا سالب 4 اس 5 هاي يمكن تكون صعبه شوي لا مش صعبه بنضرب سالب 4 في نفسه كم مره ممتاز اضرب اول ثنتين سالب 4 في سالب 4 قديش بيطلع موجب 16 لانه احنا اخذنا لما يكون عدد سالب في عدد سالب بيطلع موجب ضرب برضه هاي 16 ما هي بعدين راح بروح نضرب 16 و16 والجواب اللي بيطلع يطلع وصلت هاي في ايش هاي اربع مرات احنا طلع قاعدين بنحل اس 4 هاي اس 4 مش اس 5 لو اس 5 بدك تزيد كمان واحده هاي اس 4 الان لو اس 5 بتروح تعمل هذه هسه بنروح ضاربين 16 في 16 خلينا نحسبها هون 36 و6 في 1 63 9 بعدين بنحط صفر هون في الاحاد 1 في 6 6 و1 في 1 1 6 15 256 اذا الجواب يطلع 256 شوف لو كان الاس فردي السالب بضل موجوده ليش لانه لو ضربنا كمان مره في سالب بيطلع ايش سالب بيطلع سالب يلا 10 اس 1 كم 10 اس 1 لا يا زلمه هذيك اس صفر اللي حكينا 1 10 اس 0 1 لكن 10 اس 1 10 10 اس 2 ل 10 في 10 100 10 اس 3 100 10 اس 4 ملاحظ شيء كل مره بزيد صفر طب عد الاصفار وشوف الاس اللي هنا هون كم صفر عندك 5 والاس كم 5 هون 3 كم صفر 3 اذا عدد الاصفار يساوي الاس لاحظ ف10 اس 9 يعني واحد قدامه 9 اصفار يلا بدنا نكتب هذا العدد بصوره اسيه 10 اس 6 ليش عدهم 1 2 3 4 5 6 اذا 10 اس 6 اللي هي المليون يعني 8 اس 0 هسه صار لي ساعه بحكي لك اياها 1 هاي 1 وهاي 1 1 كلنا هذول 1 كويس فهمنا هذا الحكي يلا هسيات بقول لي اكتب العدد 36 على صورة أسس كيف يعني طلع كيف الطريق بحلله هسا عندي طريقتين أحلله يا إما بالشجرة يا إما ب هسا الأس 3 بنسميه تكعيب والأس 2 بنسميه تربيع هاي مصطلحات لما أقول عدد أس 2 يعني 7 تربيع هي نفسها 7 أس 2 لما أقول 4 تكعيب هي نفسها 4 أس 3 الستة وثلاثين لو حللناها يلا خلنا نعملها شجرة يمكن أسهل الشجرة يلا ستة وثلاثين ستة في ستة ممتاز أي اللي خطر في بالك لا ستة أولي ولا ستة أولي برد بحلل الستة اثنين في ثلاث هذول أوليات وقفت اثنين في ثلاث ممتاز إذا الستة وثلاثين لو جينا نكتبها بس أنا دائما برتب ترى لما بكتب العوامل بكتبهم بالترتيب من الصغير للكبير الاثنين كم مرة موجودة مرتين هاي اثنين ضرب اثنين ضرب الثلاث موجودة مرتين ضرب ثلاث ضرب ثلاث أنا ما بدي هيك بدي إياك تكتب لي إياها بشكل أسس طبعا ما بتقدر تقول والله هون يعني إشي واحد بقدر أقول إنه عبارة عن اثنين أس اثنين ضرب ثلاثة أس اثنين مش بقدر أكتبها بطريقة ثانية أقول إنها ستة أس اثنين مش هي ستة في ستة إذا أنا بقدر أكتب الـ 36 بعدة طرق في الأسس. يا إما بحلل العوامل الأولية بقول هذول تكرروا مرتين معناته 2 أس 2 وهي 3 أس 2. يا إما بقول ما هي 36 أصلاً يعني بدون تحليل العوامل الأولية 6 في 6. إذا هي 6 تربيع أو 6 مرفوع على القوة 2. وصلت؟
إذا هاي اسمها طرق كتابة. يلا عبر على الأعداد الآتية بصورة أسية. يلا هاي. هاي 10 أس 6. أس 6 عدهم 1 2 3 4 5 6 مضبوط كلامك 10 أس 6. ال 54 آه هاي بدها تغلبني شوي. بس ما حللها. يلا حللها. خلينا نحللها بالقسمة المتكررة. ال 54 تقسم على إيش؟ 2. 5 على 2 فيها 2 14 فيها 27 فيها تقسم على 3. فيها 3. 9 آسف 27 على 3 فيها 9 هاي 9 فيها إيش تقسم على 3 على 3 فيها 1 ممتاز. يعني 54 صارت هي عبارة عن 2 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 3. إذا ما نكتب أس 2 هاي بتظلها لحالها ما فيش متكررة مش متكررة إذا ما عملها 2 أس 1 مرفوع ضرب 3 تكعيب. شو رأيك في الحكي؟ ليش ثلاثة تكعيب؟ لأنه الثلاثة موجودة كم مرة؟ مرات. ثلاث مرات. يلا المية وثمانين هسا حللنا المية وثمانين صح قبل شوي حللناها. يلا رد نعيدها. يلا نعملها. إذا مية وثمانين يلا نعملها شجرة هالمرة. 18 في 10 والثمنتاش 9 في 2 والتسعة 3 بثلاث بس بصير أول يوقف. العشرة 5 في 2 أولي خلصنا. إذا ال 180 هي تساوي يلا ثلاثة. ابدأ بالصغير 2 2 شوف اشطب عشان اللي بتخلصوا اللي بتكتبوا اشطبوا ضرب 3 ضرب 3 وين هم الثلاثة اللي كتبتهم؟ أيوه. هذول شطبناهم خمسة. ضرب 5 هيك زبطوا كلهم. يلا اكتب ليها أسس. أسس اللي هي 2 تربيع أيوه. ضرب 3 تربيع ضرب 5 أس 1 شوف ما أصعبها. يلا ال 225 يلا رد نسويها بنفس الطريقة. ال 225 نسويها بنفس الطريقة. يلا على ايش بتقسم ال 225؟ 25 تقسم على 5 لأنه هذا 5. يلا 225 تقسيم 5 22 5 فيها 4 20 بزيد 2 ماشي بصير 25. 25 على 5 فيها 5 5 في 5 25 بيطلع 0 45. هاي اصعب واحدة بس راح تصير. الخمسة اول يوقفها خلص اعملها دائرة يعني انه خلص خلصت هون. الخمسة واربعين تيجي من خمسة في تسعة. هاي الخمسة سكرت. التسعة بتتحلل. ثلاثة بثلاث. اذا الميتين وخمسة وعشرين تكتب. ثلاث. ضرب ثلاث. ضرب خمسة ضرب خمسة. يلا. اعمل ليها اسس. ثلاث اسس اثنين. اللي هي ثلاثة تربيع ضرب. خمسة اسس اثنين. خلصنا. صعبات هذول. هذول بدناش نحلهم خلاص. انت اتوقع كليات نفس الطريقه اكتب على صوره اسيه. يعني هون مثلا تكتب سالب 11 تربيع اللي هي 121. شوف انا حافظهم هذول يعني بسهل علي الحسابات. هذول التمارين اتوقع بتقدر تسويهم كلهم بكل بساطه. الان ننتقل على اللي بعديها الجذر التربيعي. هذا الدرس هو والجذر التكعيبي مرتبطات بالتحليل ومرتبطات بالاسس. خلينا ناخذ امثله على السريع مناش احنا نحكي كل الدرس مناش نشرح الدرس. شو يعني اجيب الجذر التربيعي؟ طبعا الجذر التربيعي لو ما حطيت اثنين هون هي مكتوب اثنين لانه ما في جذر دليله اقل من اثنين. لما اقول لك اعطيني الجذر التربيعي ل 64 عندنا طريقتين للحل. طريقه شفويه سريعه اسال حالك سؤال ال 64 اعطيني عدد بضربه في نفسه بطلع 64. عدد بضربه في نفسه بيطلع 64 اللي هو الثمانية لأنه 8 8 64 خلص خلص الجواب. إذا مرة ثانية هذا شو اسمه هذا العدد اللي هون؟ هذا اسمه دليل الجذر وهذا اسمه الجذر. وشو معناته هذا؟ معناته ما العدد الذي نضربه في نفسه أيوة نفسه يعطي لازم في نفسه انتبه يعطي العدد الذي تحت الجذر. هيك المعنى. هاي طريقة اني احسب فيها. طب بلكي مش حافظ. شو بسوي؟ بروح بحلل ال 64 الى عواملها الاولية زي ما تعلمنا هناك. بالشجرة. بالقسم المتكرر. اللي بدك اياه ما بيفرقش. يلا نرد نحكي. يلا ال 64. شو بتيجي من ايش في ايش؟ 8 في 8. الثمانية بتيجي من إيش؟ اثنين ب... أربعة في اثنين
الأربعة بتيجي من إيش؟ اثنين باثنين. الثمانية نفس الإشي راح تيجي أربعة باثنين. من حللها بتصير اثنين باثنين. هسا حط عينك على الأوليات بس. خلينا نحطه بالأحمر. هاي أولي 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 أولي. معناته الأربعة وستين كيف ممكن نكتبها؟ اثنين باثنين باثنين. آه. طلع راح نكتبها بالشكل التالي. أربعة وستين تساوي. عد كم واحدة؟ واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة. لا ستة بالضبط. اثنين ضرب اثنين ضرب اثنين ضرب اثنين ضرب اثنين. واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة. نتأكد إن عدينا صح. مزبوط هيك طلع؟ اثنين وستة. طلع كيف؟ اثنين وستة إذا حبيت. أو إن أنا بدي أجيب الجذر التربيعي صح؟ حط هنا الجذر التربيعي. معناته بدك تحط جذر التربيعي هون. كويس. الآن طلع شو معنى هون الجذر التربيعي لما نحلل العوامل؟ معناته كل اثنين مكررين متشابهين بدي أطلعهم برا الجذر بأخذ منهم واحد بس. كل اثنين مكررين تحت الجذر خذ منهم واحد. هذول اثنين مكررين ضرب طبعا كله ضرب ما في جمع. بصير هون ضرب اثنين ضرب وهذول اثنين مكررين خذ منهم واحد صار ضرب اثنين. اثنين ضرب اثنين أربعة ضرب اثنين ثمانية. إيه عم نفس الجواب. طلعنا جواب 8 قبل شوي. مش قلنا الجذر التربيعي ل 64 يعني مين العدد بضربه نفسه بيطلع 64. الطريقه الثانيه اني ايش اسوي؟ احلل ال 64 لعواملها الاوليه ومن كل اثنين مكررين باخذ واحد عدد. طب شو معنى الجذر التكعيبي؟ معنات هذا الكلام من كل ثلاث مكررين خذ واحد. يعني لو بدنا نجيب الجذر التكعيبي ل 64 خلينا نحكي عن نفس السؤال. اول شيء بحلل ال 64 لعواملها الاوليه زي ما سويت. أنا بقول لك الجذر التكعيبي لاثنين ضرب اثنين ضرب اثنين ست مرات مش هيك؟ عد الآن طلع شو راح أسوي؟ راح أخذ من كل ثلاث مكررات بأخذ واحد برا ضرب من كل ثلاث مكررات بأخذ واحد. شو بطلع الجواب؟ إذا شو الجذر التكعيبي للأربعة وستين؟ شو معناتها؟ معناته لو ضربت الأربعة في نفسها ثلاث مرات يعني أربعة أس ثلاث بطلع 64. وصلت الرسالة؟ صعبة؟ يلا إذا الجذر التربيعي يكتب فقط هيك بدون ما أكتب الدليل إنه اثنين هون. ما في داعي لكتبت الدليل. يلا بيّن أن العدد 196 مربع كامل. إيش يعني 196 مربع كامل؟ مش فاهم أنا شو أسوي يعني. يعني حلل لي ال 196. طلع هو هون مسويها بطريقة القسمة المتكررة. خلينا بدون ما نكتب بس نمشي على المثال على السريع. ال 196 قسمها على 2 بيطلع 98. قسمها على 2 طلع 49. قسم على 7. لاحظ انه هون من كل اثنين مكررات بقدر اخذ اثنين برا صح؟ وكل اثنين سبعات مكررات باخذ 7 برا. اللي هي 2 في 7 قديش بيطلع الجواب؟ 14. يعني ال 14 هي 14 في 14 بيطلع 196. ساعتها بنقول انه ال 196 مربع كامل. ليش مربع كامل؟ لأنه ناتج ضرب عدد في نفسه نسميه مربع كامل. تقدر تعطيني أمثلة على معادات على شكل مربعات كاملة؟ نبدأ. الواحد مربع كامل ولا لا؟ هذول لو تحفظهم بريحنا كثير في الحسابات. يلا الواحد مربع كامل؟ نعم لأنه بيجي من واحد في واحد. طيب معناته الجذر التربيعي للواحد يساوي واحد. الأربعة شوف اثنين لا الأربعة بتيجي من اثنين باثنين. إذا جذر التربيعي للأربعة يساوي اثنين لأن الأربعة التسعة مربع كامل ثلاث في ثلاث. الجذر التربيعي للتسعة يساوي ثلاث. يلا العشرة لا تجي عشرة بواحد. مش حاسس أنا هون ثلاثة تربيع حط أربعة تربيع 16. ما بدي عشرة في واحد أنا بدي نفسه عشرة في عشرة خمسة في خمسة أربعة في أربعة هيك 4 في 4 المية 10 في 10 مزبوط. إذا جذر التربيع إلى 16 قديش؟ 4. يلا ال 25 اللي بتيجي 5 في 5 أنت بتفهم شو بسوي أنا 1 2 3 4 5 ماشي بالترتيب أنا. يلا الجذر التربيع إلى 25 5. طب نكمل. يلا احكي لي شو بده يجي بعديهن؟ بعد ال 25 شو بده يجي مربع كامل بعد ال 25؟ خطأ. شو بعد ال 5 بيجي؟ ستة. طيب ستة في ستة إذا بتيجي من ستة في ستة. إذا جذر التربيع إلى 36 يساوي ستة.
بعديها 7 في 7 49 لياء. اذا جذر التربيعي ل 49 هي 7 حلو. بعديها 8 في 8 64 هسه سويناها 8 في 8 اذا جذر التربيعي ل 64 يساوي 8. بعديها شو بتيجي عندك 9 في 9 81. اذا ال 81 مربع كامل. كل هذول الاعداد انا بحكي فيهم اسم مربعات كامله اللي هي 9 في 9 اللي هي جذر التربيعي ل 81 ويساوي 9. هسه لا تسوي حالك مش عارف ال 100 اللي هي 10 في 10. يعني لما يجيني عدد من الاعداد اللي ذكرتهم انا صلي ساعه بحكي فيهم هذول بصير اسهل علي اني انا اشتغل عليهم على السريع. وطبعا لو تكمل 11 في 11 121، 12 في 12 144، 13 في 13 169، 14 في 14 196، 15 في 15 225. هذول مشهورات جدا جدا جدا. بكفي لهون لو انا اكون حافظ هذول بيساعدني كثير. هل ال 98 مربع كامل؟ ما بعرف. بنحللها، هي حلل لك اياها، طلع كيف حلل لك اياها. طلع طلعت هيك، هل هاي مربع كامل؟ 2 7 7. ليش اه؟ انه بتطلع اللي هي 2 السبعة مكررة مزبوط. بناخذ منها واحدة 7. طب واثنين مكررة؟ لا. إذا هاي مش مربع كامل. لو الاثنين موجودة مرتين بتصير مربع كامل. فهمت شو يعني مربع كامل؟ يعني بقدر احلله العوامل الأولية بحيث انه كل عددين بكون يعني كل عدد بكون مكرر مرتين. ساعتها بقول عنه مربع كامل. احنا حكينا كل المربعات الكاملة. يلا خلينا نطلع على هذولا. ال 125 مربع كامل؟ لا حكيناه من ضمن اللي حكيناهم قبل شوية زلمة، ما حكيناهم مش. نعيد المربعات الكاملة على السريع، احكي لي اياهم. 1 و4 اللي كنا كاتبينهم 1 و4 2 ب 2 3 3 9 4 في 4 16 5 في 5 25 6 ب 6 36. هذول هن مربعات الكاملة، غيري مش مربع كامل. 7 في 7 8 ب 8 9 ب 9 10 ب 10 11 ب 11 12 ب 12 144 13 ب 13 169 14 في 14 196 15 في 15 225. بكفي لهذول. هسه هذول في واحد منهم هون، هذا ال 125 واحد من هذول. لا ال 426 بدنا نكمل طبعا. انا هنا في ال 400 اللي هي 20 تربيع مربع كامل. كويس. اذا ال 426 ليست مربع كامل، ال 81 مربع كامل، ال 400 مربع كامل، لانه ال 400 بتيجي من ايش؟ 20 في 20. سيات المربعات الكاملة جذورها التربيعية، جذورها التربيعية أعداد صحيحة. يعني مثلا جذر 64 قديش؟ 8. ليش؟ لأنه ال 64 هي أجت من 8 ب 8. هاي شوف هون لما يكون عندك جذر التربيع إلى سالب 8 تربيع قديش بيطلع الجواب؟ رد اسأل حالك سؤال، سالب 8 ضرب سالب 8 موجود 64. اذا بيطلع الجواب هون 8. اذا لاحظ جواب الجذر التربيعي الموجب بيطلع بس موجب، بصيرش يكون سالب يعني. كويس. يلا جذر ال 225 هي مرت معانا اللي اجت من 15 في 15 اذا متذكر. هسه هاي كيف بدنا نحسبها؟ طلع من سالب 3 تربيع بناخذ بس 3 وحده، ناخذ 3 وحده، وال 5 تربيع بناخذ 5 وحده لانها مكرره بيطلع 15. خلص هون بقول لك جد قيمة مقربة لجذر 15. انا باجي بحصر ال 15 بين مربعين كاملين، ال 16 وال 9 صح؟ ال 15 بتقع بين ال 16 وال 9. ايش معنى اخترت ال 16 وال 9؟ لانه هاي مربع كامل وهاي مربع كامل، بختار مربعين كاملين وبجيب ال 15 بينهم. الان او اذا بدك اعكسها يعني اذا بدك تشوفها بطريقة احلى من هيك، حط ال 9 هون اقل من 15، 15 اقل من 16 هيك صح. هاي قديش جذرها؟ 3. وهاي قديش جذرها؟ 15 ال 16 4. اذا جذر ال 15 راح يكون بين الثلاث والأربعة، بس هو اقرب على 16. اذا راح يكون تقريبا 3 و9 بالعشرة، كثير قريب. فهمت؟
هاي طريقة حسابنا لتقدير للجذر التربيعي لمربع ليس كاملا، مربع ليس كامل. يعني جذر الواحد واربعين بدنا نعمل له قيمة تقريبية، نصر حالنا الواحد واربعين يقع بين مين ومين؟ بدي مربعين كاملين، 36 كانت مربع كامل أقل منه، وتسعة واربعين أكبر منه، بس هاي جذرها قديش وهاي جذرها قديش وهاي جذرها قديش، هاي ستة وهاي سبعة، إذا جذر الواحد واربعين بيقع بين ستة وسبعة، يعني تقريبا بالنص، قول ستة ونص مثلا، يعني لو حطيت ستة ونص بقول لك صح، ستة واربعة من عشرة بقول لك صح، يعني تقريبا ستة، خلاص بدناش نحكي، حلو؟ هذول بدناش نكمل عليهم، خلاص بكفي. يلا اللي بعده أكمل الجدول، هذا لازم تكون حافظه، هذا حكينا عنه، مربع الواحد واحد، مربع اثنين أربعة، مربع الثلاث تسعة، مربع الأربعة 16، الخمسة 25، 36، 7، 49، شوف حتى الكتاب بقول لك احفظهن هيك، العشرة، الاحداش، هذول اللي كتبناهن قبل شوي، 12، أنا وصلت معاك لل 15، خلاص ما بدنا الباقي، هذول أنت بتسويهن لحالك، بدنا شي شي، يلا، مكعب العدد والجذر التكعيبي، هذول عمليات متعاكسة، يعني واحد تكعيب زي ما سوينا في التربيع بنعمل التكعيب. في التكعيب، هذول ايش اسمهم بنسميهم هذول الاعداد اللي هون بنسميهم مكعبات كاملة، شو بنسميهم؟ مكعبات كاملة، مكعبات كاملة، هذا لو تحلل ال 125 لعوامله بتلاقي 5 في 25 حلله بصير 5 في 5، يعني ال 125 هي عبارة عن 5 في 5 في 5، لو بدي اجيب الجذر التكعيبي ل 125 يعني بدي اجيب الجذر التكعيبي ل 5 في 5 في 5. الان مش من كل اثنين مكررات باخذ واحد، من كل ثلاث مكررات باخذ واحد برا. اذا جوابها بيطلع 5. وصلت؟ يعني هذول اجابتين نفس اجابة الجذر التربيعي بس المرة بدال ما على نكرر ثنتين بنكرر ثلاث. نفس الشيء هنا بدك تحل مثلا بدك توجد الجذر التكعيبي 512، شو بنسوي؟ بنحلل ال 512. بالشجرة بالقسم المتكررة لما حللها طلع كيف طلعت؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9، يعني ال 512 هي 2 مرفوعة للقوة 9. الآن من كل ثلاث مكررات باخذ واحد بطلعه برا الجذر التكعيبي وبضرب الإجابات اللي طلعوا، خلصت. نفس الشيء الجذر التكعيبي لإيش؟ للعدد هذا، من كل ثلاث مكررات هو محلل لي اصلا مريحني، بقول هي 9 في 3 اللي هي 27، يعني هذا عباره عن 27 تكعيب الجوا، فهمت؟ بسيطه، اذا شغله بسيطه، وصلت؟ الان بدك تعرف الاعداد ومكعبات الاعداد، يلا جد القيمه تاعتها، يلا احكي لي. هاي هذول الثلاث مكررات باخذ منهم واحده برا، ال 216 مش محلله، بروح محللها 216 تيجي من ايش في ايش؟ انا بدي اريحك فيها، هي 6 في 6 ب 6، اذا هي 6 في 6 ب 6 اذا ضرب 6 اذا بيطلع 18، هاي 729 هاي صعبه شوي، بدنا نسويها بالتفصيل لانها كبيره، هاي بدها شغل، بنيجي بنحلل ال 729، ممكن نستغل الآلي هاي اذا بتحب، 729 يلا نكتب خليهم يساعدونا شوي بالآلة الحاسبة، 729 تيجي من ايش في ايش؟ بتقسم على ثلاث، خلينا نقسم على ثلاث، خليها تساعدني شوي، طلع 243 بترد تقسم على ثلاث، شوف انت بدام قسمت واحدة على ثلاث وبده جذر تكعيبي معناته بتضلك تقسم على ثلاث بالاول، تاي بطل يقسم على ثلاث، قسم على ثلاث، اقسم على ثلاث، اقسم على ثلاث، صارت كم مرة الثلاث موجودة؟ واحد اثنتين ثلاث أربعة خمسة ستة، من كل ثلاث بنأخذ واحدة، يعني ثلاثة بثلاث يعني تسعة، إذا هاي جوابها تسعة، شفت كيف حليناها؟ هاي شو جوابها؟ تسعة. نفس الشيء لو بدك تجيب هاي أربعة تكعيب، هاي سهلة أربعة تكعيب، لأنه هون لما يكون معاي تكعيب وجذر تكعيب هيك يعني مع بعض بشطبوا بعض بيطلع الجواب أربعة، لو كانت هيك الجذر التكعيبي لسالب أربعة تكعيب اختصرها هيك بطلع جواب سالب أربعة، بس ما تسويش هيك بالجذر التربيعي. بالجذر التربيعي دائما الجواب يطلع موجب. كويس؟ إذا هاي 100%.
طب كيف الجذر التكعيبي للثلاث طلع 27؟ هذا خطأ. المفروض شو يطلع الجواب؟ من كل ثلاث مكررين بنأخذ واحد، لأن جواب ثلاث بس، إذا خطأ هاي. 128 منحللها. يلا نرجع على الآلة حنحللها هون، خليها تساعدنا شوية. 128 خليها تساعدنا. هاي تقسم على اثنين أكيد مزبوط. الأربعة وستين برضو بتقسم على اثنين. شوف أنا بكرر قاعد. وهاي تقسم على اثنين، وهاي تقسم على اثنين، وهاي تقسم على اثنين، وهاي تقسم على اثنين. مزبوط. خلصوا. كم مرة مكرر اثنين؟ واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة. إحنا شو قلنا في الجذر التكعيبي؟ كل ثلاث بنأخذ منهن واحد. يعني لو جينا على هذول الثلاث أخذنا منهن واحد. واحد اثنين ثلاث أخذنا منهن واحدة. وهذول الثلاث أخذنا منهن واحدة. بيظل الاثنين هاي ما بنقدر نأخذ منها. يعني هي قديش طلعت المية وثمان وعشرين هسه قبل شو سوينا؟ قديش اثنين سبع مرات. واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة. بدنا نجيب الجذر التكعيبي، معناته بدنا نجيب هون الجذر التكعيبي. الآن هذول الثلاث بدنا نأخذ منهن واحدة ضرب هذول الثلاث بدنا نأخذ منهن واحدة، بس هاي ما بنقدر نأخذ منها، فبتظلها جذر تكعيبي لاثنين، هيك بتنكتب، فبصير أربعة جذر تكعيبي لاثنين. هيك الجواب النهائي تاعها. بقدرش إني أجيب الجذر التكعيبي تاعها. وصلت؟ صعبة؟ يلا مكعب العدد تسعة. تسعة ضرب تسعة ضرب تسعة. هسا حسبناها متذكر؟ هيك هيك بنسويها. واحد وثمانين ضرب تسعة سبعة وعشرين، سبعمية وتسعة وعشرين. هذا العدد خليك حساس، عينك عينك عليه. يلا الجذر التكعيبي للعدد ستة وثلاث. ترجم الجذر التكعيبي، يعني الجذر التكعيبي هيك ستة مرفوع على القوة ثلاث. حكيت لك لما تشوف هيك اشطب هاي معها بيطلع ستة الجواب بدون ما تحسب. مكعب العدد 11، يعني 11 مرفوع على القوة ثلاث، يعني 11 ضرب 11 ضرب 11 ويساوي 1331. أنا حافظها هاي. يلا سالب أربعة تكعيب شو معناها؟ يعني سالب أربعة ضرب سالب أربعة ضرب سالب أربعة. أربعة في أربعة ستة، سالب أربعة سالب أربعة ستة، ستة سالب أربعة طلع سالب أربعة وستين. يلا جذر تكعيبي لسالب أربعة وستين سالب أربعة، ما هو هاي عكس هاي. يلا هون من كل ثلاث مكررات، ما هو سالب اثنين مكرر كم مرة؟ هون ثلاث مرات، بأخذ سالب اثنين ضرب السبعة مكررة ثلاث مرات بأخذ سبعة واحدة، بيطلع جواب سالب 14. وصلت؟ أكيد سهلت هذول إلك أنت بتسويهن، مش صعبة. طيب شو الجذر التكعيبي للألف؟ يلا وريني شطارتك، هذا حكيت لك شيء. ما هي الألف هي عبارة عن 10 أس 3 صح؟ 10 أس 3 اللي هي 10. طب إيش الجذر التكعيبي لهذا العدد؟ يلا كم صفر هون؟ 1 2 3 4 5 6 مليون. مليون هي 10 أس 6، يعني 10 أس 6. ها الجذر التكعيبي ل 10 أس 6 قديش بيطلع الجواب؟ طب ما هي 10 أس 6 مش يعني كأنها 1000 في 1000؟ يعني كأنها إيش؟ 10 أس 3 في 10 أس 3، يعني الجواب يطلع 10 أس 2، يعني 100. لأنه 100 في 100 في 100 اللي هي 10 أس 2 يعني 100. وصلت؟ الصعبات. خلينا نأخذ شوي بس أسئلة من المراجعة هون، كم من سؤال على الجذور، بس على الجذور بدناش نحكي. حلل، اكتب بالأسس، خلص هو أصلا هيك خلص الدرس. تمام ولا مو تمام؟ يلا بنكتب هذا على شكل أسس. إيش بنقول؟ بنعد كم ثلاث عندي؟ واحد اثنتين ثلاث أربعة خمس. إذن ثلاث أس خمس اللي فيها ثلاث وخمس صح، وهاي فيها ثلاث ستة أس ثلاث، إذن هاي غلط. هاي وهاي معناته هذول الثنتين يا با يا جيم، ستة أس ثلاث وسبعة، إذن هاي الصح. شفت كيف؟ هيك الطريقة اللي إحنا بنمشي عليها. هاي أتوقع تكررت كثير. قيمة مقربة جذر 50، جذر 50 قريبة من 49، إذا 7 وشوي راح تكون تقريبا 7 صح؟ إذا حفظك للحقائق هذيك اللي حكيناها شو بتسهل علينا؟ بتسهل علينا عملية الحساب. هذا مش بتأخذوه هسه؟ أكيد بتأخذوه هسه. يا الله يعطيك العافية.